بنت ساره دي بنت مؤدبه قوي، انا معجبه بيها. ما ردتش على مامة شريف. هي مامة شريف تلاقيها شاكه ان في حاجه بين ساره وشريف. وايه المشكله يعني؟ من حقهم يختار البنت اللي هتشاركه طول حياته. لا بس انتي ما تعرفيش شريف ومامته. شريف ده ابنها الوحيد، هي متعلقه بيه جدا، فتلاقيها خايفه ان ساره تسرقه وتخطفه منها. انت فاهمه بقى، شريف مش عماره ومش رزمه فلوس، شريف بني ادم دم ولحم، من حقه يختار البني ادم اللي هتقضي معاه كل عمره. لا واضح يا نورهان ان انت موضوع شريف ومامته وساره ده شغلك جدا، فانا عندي اقتراح كويس. انا ممكن الف ارجع البيت هناك، انزلك تقعدي معاهم وامشي. لا 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 انا اسفه جدا، بس فعلا الكلام خدني. البنت فعلا مظلومه. على فكره انا ما صدقت ان انا مشيت عشان انت كنت وحشني قوي. وانت كمان كنت وحشني. انا الايام اللي عدت عليا كلها كان ناقصني حاجات كتير قوي، كان ناقصني كده الدنيا كلها. شوف يا نور، انا راجل عندي مشكله ان انا اعبر عن مشاعري بكلام متزوق، الكلام الرومانسي اللي انا عارف ان كل ست بتحب تسمعه. ما بعرفش، بس انا كل تصرفاتي بتوريكي قد ايه انا بحبك. كفايه ان انا اقول لك الكام يوم اللي عشتهم من غيرك انت وسونا دول، والله ما كنت حاسس بطعم اي حاجه. بجد؟ طبعا. وانا كل يوم كان بيعدي كنت بحس ان الدنيا بتضيع من بين ايديا. مفيش يوم عدى علينا وسوها ما سالتش عليك. وانت كمان وحشتها قوي. الكلب! ايه الكابوس ده؟ انا بقول نطلع على البيت عندي، يمكن راحت على هناك. انت حمار! يعني هتسرقني وتروح البيت عندك عشان تستخبى؟ طب احنا رايحين فين دلوقتي يا فتحي؟ رايحين لامها عشان نقررها، لان انا متاكد ان امها موالسه معاها. وعارفه هي هربت راحت فين. وأول ما نخلص حكاية العلمة اللي أنت كنت متجوزها دي، ليه قاعدة معاك يا أكرم عشان أعدلك؟ طب والله العظيم ثلاثة لأعدلك. مش قلت لك يا شكر بيه إن سراج هو اللي هيخلص؟ أدفع نص عمري دلوقتي وأتفرج على عامر الديب بعد ما يعرف اللي حصل. يا باشا خليه يتأدب ويعرف إن سعادتك مش لقمة طرية، ويفهم إنه لازم ينفذ اللي سعادتك عايزه. مش بالسهولة اللي أنت متصورها يا مختار. عامر الديب ده عنيد ومغرور، بس انا هفضل وراه لغايه لما اوصل للي انا عايزه. مروان بيه، عايزين ندي لسراج بقيه فلوس وناخد منه الشيكات، عشان انا ما اضمنش عامر الديب هيعمل ايه في الفتره اللي جايه. ما تقلقش، اعتبر الشيكات في جيبك خلاص، سراج ده مضمون. صحتك بقى يا اخي. انا عن نفسي مش قادر اشرب، خلاص انا على الاخر. اشرب لك انا. نشرب لك احنا يا باشا. شو صحتكم يا بهوات. بقول لك انا عندي فكره كويسه. ايه رايك نطلع على بيت باباكي ناخد سهى ونروح بيتنا؟ انا بجد مش عارف ادخل بيتنا تاني من غيركم. بجد؟ طبعا. بس سهى دلوقتي زمانها نايم، غير انا في سبع نوم. ايه المشكله؟ مصحي ولا ايه؟ كلامك مش عاجبك ولا ايه؟ كلامك مش عاجبني؟ ده انت بتقول احلى كلام. يعني موافقه؟ طبعا. يبقى يلا بينا. انطعي فين ميرفت بدل ما اخلص عليك. الله، ايه اللي اتخلص عليا ده؟ هي سايبه ولا ايه؟ ده انا لم عليك امة لا اله الا الله. وريني بقى هتصوت ازاي وهتلم عليا امة لا اله الا الله. انطعي يا وليه وقولي فين ميرفت بدل ما اخلص عليك دلوقتي. ايه هو ايه حصل ده كله؟ عملت ايه ميرفت؟ سرها معاكي احسن لك تقولي هي فين. انا والله العظيم ما اعرف.
ما اعرف مين فتحي. يا وليه انطقي، انت شكلك كده مستبيعه وغاويه موت. انا هخلص عليكي وبعد كده اشوف فين ميرفت بطريقتي. يا ابني والله ما اعرفش، انا والله العظيم ما اعرف ميرفت فين. اشتري عمرك وايه اللي تعرفيه؟ هي عدت عليها من كم يوم وقالت لي نسيت. قالت ايه؟ قالت لي انها هتسافر وتهج وتسيب البلد دي كلها. قرفت وزهقت خالص من اكرم، مش طايقه. سافر فين؟ مع مين؟ غني، واحد اسمه ونيم. ونيم جاب لها شغل بره مصر، هتكسبها دهب كده دهب دهب. انا مالي يا اخويا، انا عملت ايه؟ اسمعي يا وليه، ميرفت لو كلمتك او اتصلت بيكي قولي لها ان فتحي مش هيسيبها الا في حاله واحده بس. ها؟ انها ترجع وترجع الحاجه اللي معاها، وساعتها تسافر ولا تغور في 60 داهيه. هي حره، بس لو ما رجعتش انا هخليها تتمنى الموت ومش هتعرف تطوله. انت فاهمه؟ يا خربتني يا نهار. تعالى يا اكرم. يا لهوي يا لهوي. ونيم يا ميرفت، يا خربتني يا نهار. يا لهوي. انا يا فتحي، انا ميرفت. تعمل فيا ده كده؟ تخوني وتهرب مع الكلب ده ليه؟ ليه تعمل كده؟ ليه تعمل كده؟ قول هنا! كنت تولول دلوقتي زي النسوان يا ابن الكلب! انت ناسي، ناسي! انت سبب كل اللي احنا فيه ده! اقتلني يا فتح! خلصني وخلص علينا! حاضر! حاضر يا أكرم! اتشاهد! هتنشف! بدل ورملة النسوان دي! دامك! والله كانت سارة حلوة قوي، بس الله يجازيها بقى مامة شريف، قلبتها في الآخر غم. بس بيني وبينك سارة صعبت عليا جدا. وأنا كمان والله صعبت عليا، بس هي بنت جدع، اديتهم لها في الآخر صح. أيوه وشريف يا عيني زمانه عامل إيه دلوقتي؟ ده زمانه في نص هدومه اللي عملته مامته. ولا في نص هدومه ولا حاجة، هو بكرة لما يجي المكتب حاول تروق الجو أنت وطارق كده بينه وبين سارة. بقول لك إيه، أنا مش عارف أم شريف دي عايزة إيه من سارة. يفرق معاها ايه اذا كان ابو ساره ده لواء ولا حتى صوت؟ طبعا يفرق معاها، دي واضحه زي الشمس يا سياده الضابط. هي ايه دي اللي واضحه زي الشمس؟ مامة شريف كانت عايزه تلزق ساره لشريف، وبما ان بابا ساره طلع صول طبعا ده مش هيناسب العيله الكريمه. انت بتتكلمي جد؟ طبعا بتكلم جد، ده انا فهمتها اللي مش ظابط، انت ما فهمتهاش، وخصوصا كمان ان ساره وشريف كانوا منسجمين جدا مع بعض. يا بنت اللعيبه. على فكره انا قلت الكلام ده لطارق. بس بقول لك ايه، هو شريف ده يطول انه يلاقي واحده زي ساره بس يدعي ان هي توافق عليها. انسى، بعد اللي مامته عملته للادي الامور اتعقدت على الاخر. بقول لك ايه، محدش يقدر يمنع حد عن حد بيحبه. عندك حق، واسالني انا، ده انا ياما اتشويت. لا 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 لا، بقول لك ايه، انت تضحكي وتشويت وكده. على فكره انا مامتي غير مامه شريف خالص. وبعدين اخص عليك، ده بتحبك يا حنان. كلنا حماوات يا سياده الضابط. بس بيني وبينك، عشان خاطر عيونك شغل حمامي على قلبي زي العسل. ربنا يخليك لي يا حبيبتي، وما يحرمنيش منك ابدا. ولا يحرمني. يلا يلا يا ستي، خشي هاتي سهى وانا مستنيكم. لا يلا انا وانت ندخل نجيب سهى. لا من فضلك يا نورهان خشي انتي، انا مش عايز ادخل. يعني ايه؟ على فكرة بقى وجودك هيبقى مفاجأة جميلة قوي لسهى. يا نورهان من فضلك، أنا مش عايزة أقابل باباكي ويسمعني كلمتين على آخر اليوم يسموا بدن. معلش عشان خاطري استحمل، وبعدين بابا دلوقتي زمانه نايم. بلاش أنا، معلش بلاش. طارق، بابا لازم يعرف إن أنت موجود وإن أنت جاي معايا علشان ناخد سهى ونرجع بيتنا تاني. وبعدين حتى يعني لو قال لك كلمتين يا أخي استحمله عشان خاطري وعشان خاطر سهى. يلا يلا بقى، أنت وحشني. أمر لله، اتفضلي.
بابا بابا ايه بشبشتي؟ ايه اللي مقيمك هنا؟ مستنيك يا ستي. مساء الخير يا عامل ايه؟ اهلا يا سيدي. والله فيك الخير. فيك الخير يعني ان انت جاي توصلها وفاكر ان مراتك قاعده معانا هنا وجاي توصلها بعد اللي عملته فينا. يا بابا ملوش لازمه ابدا الكلام ده. انا وطارق كان في سوء تفاهم بيننا وتصالحنا. وجاي عشان ياخدني انا وسهى عشان ارجع البيت. يا سلام. ترجعوا البيت. ببساطة كده. ترجعي البيت ببساطة. انت ايه؟ ما عندكيش شخصية؟ أول ما الأستاذ يشاور لك تجري وراه وتقولي أمين؟ يا بابا مفيش حاجة. إحنا خلاص بقول لحضرتك اتصالحنا. وبعدين طارق جاي ياخدني أنا وسهى عشان نرجع البيت. بيت. دلوقتي بقى ليكي بيت، ها؟ وبيت أنا إيه؟ خلاص؟ بقى مركون على الرف؟ محدش قال كده يا عامر بيه. اه بس زي ما نورهان بتقول لحضرتك. ايوه كان في بيننا سوء تفاهم وتصالحنا. وحضرتك عارف البيوت اسرار. وانا كمان ما اقدرش استغنى عن نورهان ولا سوء. اسرار طبعا اسرار يا سلام. ده بيعجبني جدا يا ابني حكمتك. يا سلام على كلامك. على فكره العيب مش عليك. العيب على الهانم اللي بتنسى كل اللي انت عملته فينا. اللي انا عملته؟ شايفه؟ شايفه يا نورهان؟ الباشا بتاعك مش عايز يعترف حتى بغلطه اللي غلطه فينا. ده عايز يحسسنا ان احنا يعني عايزين نشكره وان هو تكرم وتعطف ان هو جاي ياخدك انت وبنتك. يا بابا ارجوك ليه بتقول كده؟ صدقني طارق ما يقصدش. ايوه ما انا عارف ما يقصدش ما يقصدش. ما طول ما انت بتدافع عنه كده هيركب ويدلدل رجليه. يا خساره يا خساره يا نورهان. ما هو ضعفك ده لا يمكن يخليكي بنت عامر الدين. لا يمكن. عموما براحتك خد بنتك وارجع معاها. روح روح. بس اوعى تشتكي منه تاني. على فكرة مهما عمل فيك أنا لا يمكن هتدخل يعمل فيك ما بداله. يبقى أنت تستاهلي اللي يجرالك بعد كده. أم صالحي هاي ايه؟ بتقول ايه؟ اقطعهم المجموعة سنوات. انت بتقرر تقول ايه؟